شوف سيد الفاضل، يمكن عدد المصوتين في محافظة البحر الأحمر فاق أي انتخابات سابقة، على الرغم من أن وسائل الإعلام كانت بتقول أن الإقبال في أول يوم ضعيف وتاني يوم ضعيف. أنا كنت في غرفة العمليات ومتابع اللجان كلها. يمكن الترتيبات الإدارية الغير مسبوقة اللي اتعملت سهلت على المواطن انه يدلي بصوته سريعا، فكانت النتيجه ايه؟ مفيش طوابير واقفه. هو مفيش طوابير واقفه معناها ان لا، انا ما بوجهش لون لحد، هو يمكن فهمت كده انهم كل انتخابات كانوا بيلاقوا الطوابير طويله ومصطفه، فكانت هي دي الطبيعه. فلما جم ما لقوش الطوابير بهذه الكثافه جالهم انطباع ان عدد المشاركين قليل، ولكن ده مخالف الحقيقة. احنا نقول ان الترتيبات الادارية اتعملت على اعلى مستوى، كانت من نتيجتها ايه؟ ان المواطن ما وقفش في طابور كتير، يدوب بمجرد ما بيروح عند اللجنة بيلاقيه سريعا دخل اللجنة وما انتظرش طويلا في اللجنة، لانه داخل عارف رقمه، رقم اللجنة، وعارف رقمه في الكشف، بياخد التذكرة، بيمضي في الكشف، بياخد التذكرة، بيعلم على اللي هو عايزه وبيخرج. ففترة التقاطر قلت، فكانت النتيجة ان الكل يقول ده مفيش اقبال. ولكن انا بعد قفل اللجان في اول يوم لقيت ان المعدل طبيعي واعلى من الطبيعي. لما قفلنا ثالث يوم لقيت ان عدد المشاركين في محافظة البحر الاحمر فاق اي انتخابات سابقة، على الرغم ان هناك عدد كبير من الوافدين لم يتمكنوا من الادلاء باصواتهم نتيجه انهم ما سجلوش مسبقا، ودول وفرنا لهم الاتوبيسات وراحوا على المحافظات بتاعتهم. عايزين نبدا من الفنيه السياحيه، من نقطه ما الذي تحتاجه محافظه البحر الاحمر لتصبح رقم واحد في السياحه؟ هي رقم واحد في سياحة مصر، يعني كعدد منشآت فندقية، كعدد سائحين بيجوها، محافظة البحر الأحمر رقم واحد. ولكن احنا بنقول على الرغم من ذلك، لا، محافظة البحر الأحمر ما تحطتش بما يليق بيها، لأن احنا لم نستغل سوى يمكن 15% من المساحة. لا، احنا اللي بنستهدفه في الفترة الزمنية القصيرة ان عندنا منشآت كتيرة توقفت في الثلاث سنين اللي فاتت، كان بدأ الانشاء بتاعها، ولكن احنا عارفين ان رأس المال جبل، نتيجة الاحداث اللي كانت فيها مصر توقفت هذه المنشآت. انا هدفي ان انا اسرع بالمنشآت دي انها تستكمل وتفتح. اولا هتزود لي عدد السياح، ثانيا هتستوعب فرص عمل كثيرة من شبابنا اللي مش واجد فرص عمل، الحاجة الثالثة هتضخ في الاقتصاد القومي العملة الحرة اللي احنا محتاجينها في الوقت ده علشان نبدأ نقدم خدمات لأهالينا في الجمهورية. ايه عايزين نتكلم على جزئية التعليم الجديد، هل هو مناسب لتطوير القطاع السياحي؟ لا، يعني انا علشان التعليم الفندقي يمشي صح لابد ان يدخل تحت مظلة التعليم المزدوج، بمعنى ان الدارس سواء في المدرسة الفندقية او المعهد او الكلية يبقى نص الوقت في معهده او في مدرسته كليته، والنص الاخر داخل المنشأة السياحية. ده بياخد الاحساس بتاع المنشأة وما يبقاش الموضوع دراسة نظرية، لا، وده اللي بنجري فيه دلوقتي تطبيق هذا المفهوم علشان يطلع الخريج. حتى في خريجين بيبقوا ارتبطوا بالمنشآت اللي بتدربوا فيها ويطلع يلاقي فرصة العمل بتاعته مباشرة. بالنسبة للبنية التحتية لمحافظة البحر، ما الذي تحتاجه وما الذي سيتم فعله؟ شوف سيد الفاضل، البنية التحتية ومياه الشرب، لان احنا محافظة فقيرة جدا مائية، احنا بنخطط دلوقتي ان احنا ننشئ محطات تحلية كتيرة
عندنا هنا في من اول الغردقه لحد حلايب وشلاتين، لان ده المصدر الرئيسي عندنا لمياه الشرب. ودي يعني باتفاق مع السيد وزير الاسكان بنخطط لانشاء مجمع هنا في الغردقه تبقى طاقته نص مليون متر مكعب. هل بيكون في دعم من القطاع ولا كله على حاضر؟ هو في منشات سياحيه كتير بتعمل محطات داخليه عندها بالظبط كده، فهي بتكتفي ذاتيا، ده بيخفف العبء عننا لما بيعمل محطه معالجه صرف صحي، بيعمل محطه لتحليه الميه، بلا شك بيخفف عننا هذا الحمل. احنا شغالين في البنيه التحتيه في مدينه الغردقه دلوقتي، مدينه الغردقه وفي مدينه القصير وفي مرسى علم، ان كانت الشبكات الارضيه ما كانتش موجوده او موجوده بنسب قليله، فعاملين الخطه على ان في نهايه ديسمبر ان شاء الله ننتهي من شبكات المياه والصرف الصحي، ويدخل معاها شبكه الطرق كمان، علشان يعني تبدا الغردقه يعني مش عايزه كلام، وخاصه ان السنه اللي فاتت في موقع الهوليدي طلعت ان الغردقه افضل مدينه شاطئيه في العالم. ده اول انا ما جيت وعرفت النتيجه دي قلت لا يبقى عندنا مشكله في المدينه، فبدات اركز جهودي داخل المدينه، انهي المرافق التحتيه وننهي شبكات الطرق، علشان الغردقه تبقى افضل مدينه سياحيه وليس افضل مدينه شاطئيه. الايفنتس او المهرجانات والحفلات ده محتاج تطوير ودعم منين؟ مننا كلنا. ما يعني معلش ما نقولش الايفنت ده او الحدث ده الجهه الفلانيه هي اللي قايمه بيه، بالعكس يمكن اسالهم هنا الايفنتات انا بتدخل فيها، لاني بيبقى في حاجات اداريه مطلوبه، بيبقى في تنسيقات، بيبقى في موافقات مطلوبه، فانا باخدها على عاتقي لسبب، بقول ان الايفنت ده بيدي رساله للخارج بيقول لهم ان يعني الامور عندنا مستقره. كنت بركز عليه جامد اول فتره اللي فاتت، دلوقتي اعتقد بعد الرساله اللي وجهها الشعب المصري لكل دول العالم، فدي هتبقى يعني هي مساعد رئيسي لينا. هل البعثات الشعبيه اللي راحت في بعض الدول ادت فعلا جذب سياحي؟ انا كنت برأس الوفد الدبلوماسيه الشعبيه اللي راح روسيا، اول وفد راح روسيا. مش عايز اقول لك احنا يمكن اجتمعنا في وزارة الخارجية، اجتمعنا في الدومة، ويمكن كانت نتيجة الاجتماعات دي ان التحذير اللي كان عاملاه روسيا للسفر على مواطنيها اتفك، لان نسبة السياح الروس عندنا هنا بتصل يمكن لحوالي 45%. بالظبط. بالنسبة لاستقطاب السياحة الكاريبية وهي استهدافها او استهدافها بالظبط استهدافها واستقطابها، دي من اول انا ما جيت ولقيت ان السياحه العربيه غايبه عن البحر الاحمر بالظبط. بدانا يعني الحركه كلنا مع بعض، وزاره الطيران ووزاره السياحه، واحنا والحمد لله يعني وفقنا ربنا ان دشن الخط من جده للغردقه ودشن الخط من الكويت للغردقه، والفتره الجايه ان شاء الله نفتح خط الرياض، نفتح دبي. يعني السايح علشان مثلا البنكينج، علشان السياحه الفندقيه، بمعنى السائح العربي اكيد هو محتاج لمفاهيم او معطيات مختلفه. شوف سيد الفاضل، وهي دي موجوده، انت عارف السائح العربي كان بينزل القاهره وبيعيش في منطقه المهندسين، هو بيحب الاختلاط بالشعب المصري ده طبعه، فعندنا المجال هنا ميسر تماما، لان مدينه الغردقه انا بقول ما هيش منتجع سياحي، لا هي مدينة كاملة. وبالمناسبة اللي جونا في أول رحلة من السعودية أو أول رحلة من الكويت، فترة المساء بالكامل كانوا بيتجولوا قاعدين على الكافيهات في الغردقة، لأنهم بيلاقوا إن ده معطيات مختلفة عن الهدف. إحنا عاملين باكج يعني عاملينها دي اللي عامل جذب. بالمناسبة الباكج ده يعني ب 3000 ريال بيشمل تذكرة السفر ويقعد هنا 4 أيام بثلاث ليالي. 3000 ريال هو بيصرفهم هناك لو دخل أي مطعم هناك. فده موضوع هم طبعًا سعيدين جدًا بيه. طيب
هل يفرق في تنسيق ما بين مثلا محافظه البحر الاحمر ومحافظه زي الاقصر انه يجي السايح يبقى عنده باكج؟ وانا بتكلم هنا عن السايح الاجنبي يبقى عنده باكج واحده، ان هو هيزور مناطق سياحيه وهيجي يقضي يومين بس. هي دي معموله اوريدي بواسطه وكلاء السياحه. دي معموله فعلا. ده اللي بيرتبها شركات. احنا دورنا ان احنا بنعمل الاتي، بنامن الافواج السياحيه، لان انت عارف بيتحركوا على الطرق البريه، فبنامنهم من اول خروجهم من الغردقه لحد وصولهم للاقصر وعوده العكس المره الثانيه. فدي الاجراءات اللي احنا بنعملها كدوله، ولكن البرنامج السياحي دي وكلاء السياحه هم اللي بيطلعوه، مش لنا ولا محافظ الاقصر. احنا بس يعني لكن ما فيش شبه بروتوكول ما بين المحافظة. لا ما دي لان خلي بالك دي طبقا لرغبة السايح. انا مش هفرض على سايح ان لازم تروح تعمل بالظبط. انما ده البروجرام اللي هو وكلاء السياحه بيقدموه للسايح. انت عايز سياحه شاطئيه، عايز غوص، عايز تروح سفاري، عايز سياحه ثقافيه، يقوم يرتب له زياره للاقصر واسوان. عوده ثانيه للمهرجانات، بما ان احنا دلوقتي في مهرجان الغردقه الدولي للسياحه وخاصه بحمايه البيئه، عايزين نعرف الترتيبات او الشكل العام للمهرجان. شوف الشكل العام للمهرجان، احنا عندنا اكثر من 150 غرفه غوص او مركز غوص. الرياضه دي بتجذب عدد كبير جدا من السياح، فبنقول ان لما نعمل اكبر غطسه ووسائل الاعلام العالميه تنقلها بتدي رساله طمانينه، لان انتوا عارفين ان كان في الفتره اللي فاتت وسائل الاعلام الغربيه كانت عامله فينا ايه، وكان كله ايجيبت ويصور لك خمسه سته وحارقين فرد كاوتش. فدي المواطن العادي اللي قاعد في بيته قاعد نايم على الكنبه وبيشوف نشره الاخبار يقول لك لا انا ايه اللي يوديني ايجيبت. فيمكن الفتره اللي فاتت خدنا موضوع التنشيط وقلناها ريتسي ريفيرا، يعني ايه؟ تعالى على. ويمكن وانا في روسيا في الوفد الشعبي، وفد الدبلوماسيه الشعبيه، قلت لهم يا ساده ده المسافه بين القاهره وبين الغردقه 450 كيلو، يعني اكتر من المسافه بين موسكو وكييف. فما نجيبش نقتصر ونختزل مصر كلها في شارع، لا احنا بعيدين تماما عن هذا الموضوع. ابدأوا ابعتوا الناس بتوعكم. يمكن انا كان ليه عتاب عليهم، قلت لهم ده انا في 20,000 مواطن روسي عايشين في الغردقه، طب ما رحلتهمش ليه؟ ما رحلتهمش؟ لان انتوا حاسين انهم عايشين في امان، فطالما انهم عايشين في امان وانتوا مطمنين عليهم بتعملوا حظر على الباقي ليه او تحذير على الباقي ليه؟ فكان المردود الحمد لله سريع. مين الدوله اللي حضرتك نفسك انك انا بستهدف دول الخليج. ليه؟ المواطن الخليجي، السعودية ودول الخليج هم الأكثر انفاقا والأكثر عددا. يمكن السائح الأجنبي بيجي السائح ومراته أو السائح ومراته وابنه، انتوا عارفين الأسرة صغيرة هناك، إنما الأسرة الخليجية أو الأسرة العربية لا. بالظبط تعداد بسم الله ما شاء الله. فدول اللي أنا ثانيا هم أكثر انفاقا، والحاجة الثالثة هم اكثر الشعوب محبة لمصر. فيعني طب ما طيب دلوقتي عندنا حملة زوري مصر. طبعا بنقول لهم حملة وحشتونا. فانا اول ما وصلوا بالطيارة قلت لهم احنا كنا بنقول لكم وحشتونا، بقول لكم دلوقتي نورتونا. رسالة توجهها للسايح الاجنبي والسايح العربي والشعب. انا بقول اولا للسايح العربي بقول له اهلا بيك في بيتك ووسط اخواتك. وبدل ما بتطلع تروح جنوب شرق اسيا او بتروح الدول الاوروبيه، الاماكن هنا افضل كثيرا واحلى وارخص كثيرا. يعني احنا اسعارنا لا تقارن باي مكان اخر في العالم، والرحله اقل رحله طيران هتركبها ده من جده لهنا 45 دقيقه. فيعني موضوع ما كانه متحرك مسافه داخليه بالظبط كده، او بعربيته رايح يزور صديق من الاصدقاء. بقول له ان انت بمجرد ما تيجي خلاص مش هتسلى هذا الموضوع وهتيجي كل سنه ان شاء الله. بقول للسائح الاجنبي يعني انت بتعشق البحر الاحمر، ما تخليش الفرصه تسيبك. و بتهيألي الشعب المصري اداك رساله ايجابيه
وبيقول لك ان مصر خلاص الاستقرار والامن فيها ان شاء الله. تعال استمتع كما كنت تستمتع بشواطئ الغردقة وبمناظرها الجميلة. الشعب المصري بقول لهم انتوا شعب عظيم، انتوا شعب عظيم، بتثبتوا للعالم كل مرة ان انتوا اصحاب تاريخ 7000 سنة، وبقول لكم اثبتوا للعالم ان محدش هيقدر يفتت وحدتكم. الشعب المصري هيفضل طول عمره فعلا شعب متحد، واللي انتوا عملتوه على مر التاريخ ان اي حد اجنبي كان بيجي كنتوا بتدوبوه في وسطكم، وكنتوا بتعلموا الخواجات يتكلموا عربي. دي عظمة الشعب المصري بالمناسبة. محدش هيقدر يفتت وحدة الشعب المصري. كلمة للكابتن اللواء أحمد عبد الله للمشير أبو طارق. بقول له دعائي لله أن يعينك على ما كلفت به. أنا أعلم تماما يعني، بس أعلم وطنيته أنه لبى النداء. وبقول له إن شاء الله الشعب المصري بالكامل حط ثقته فيك، لأنه يعلم أنك تستحق هذه الثقة، وندعو الله أن يعينه على ما كلف به. شكرا جدا. شكرا.